ألف سرزة وسرزة معي أنا لقمان ديري. هكذا حدثنا الردشت. يحيى الكسل يعيش يعيش. أكثر شيء يمتعني في الحياة هو الكسل، هو ملذتي الشخصية الأولى، وأحيانا ولفرط تمتعي بها تصبح الوحيدة. فلتسقط أيها الموعد، فأنا لن أذهب إليك اليوم. لكن أشد أعداء الكسل هو ذلك الضمير المؤنب الذي يظهر فجأة ويصرخ بك للحظة أن هيا إلى موعدك المهم، هيا يا أيها الكسول. لا وقت لديك للاسترخاء والتمطمط. والتمطمط يا حبيب هو إحدى أهم تجليات الكسل، أو إحدى وسائل تعبيره الشهيرة. تعال نؤجل الموعد قليلا يا معلم، بنساوي بعد الظهر، شو رأيك؟ جبت يا أبو شريك، أنا كمان جاء على بالي كنكن وأقعد جنب الصوبيا، قصدي جنب الشوفاج، بعد الظهر بيكون أفضل. الله يخلينا الموبايل شو عم يحللنا مشاكل، شو رأيك نخليها لبكرة؟ أصلا اليوم جمعة، ويوم الجمعة حبيبنا لا شغلة ولا عملة، حتى أنه الشوارع فاضية، كل الناس عم تتسيران وما حدا فاضي لحدا، وأنا سيراني هو الكسل. متسطح الكنبة يا معلم وقدام التلفزيون اللي مالي جلادة اني اتفرج عليه اصلا، عم اتطلع فيه بس بدون ما اشوف شي، وبجنبي سلة الملذات الشخصية تبعي مشان اذا بدي كب فيها شي محرمي، او اذا بدي امسح الطاولة كل ساعتين مرة بدون ما اتحرك من محلي، ومشان القعدة تكون مرتبة، واني انت المي على الطاولة وبريق الشاي اللي السكر بقلبه مشان نخلص من عتا تصب السكر بالمعلقة ومن ثم التحريك. ولي كل شي ولا صب السكر بالمعلقة والتحريك، هي اصعب مهمة بالتاريخ. أخي خلي وجعه بقلبه أو درده بقلبه مثل ما بيقولوا بالجزيرة، والسكر بقلب الشاي والكاسة عم ينصب فيها كل شوي، والتلفزيون شغال والمسلسل ما عم يخلص، ولسه المتة ما قالت كلمتها بعد. بريق المي السخنة موجود مشان ما ننقطع في بريق تاني احتياط على نار هادية. أما تقارير الأطباء والعلماء عن المتة وفوائدها وأضرارها فلقد كانت موحدة ومقتضبة، لا تضر ولا تنفع. وهذا يعني أن شرب المتة هو ضرب من ضروب العبث واللا جدوى. ورحمة الله عليك يا سيزيف اليوناني الذي عاقبته الآلهة بأن يدفع صخرة من السفح إلى قمة الجبل كل يوم، وما إن تصل الصخرة إلى القمة حتى تتدحرج إلى السفح الآخر من جديد، ويأتي حبيبنا المعاقب سيزيف ويعيد دفعها إلى القمة، وتعود وتتدحرج ويعود لدفعها، وهكذا دواليبك إلى آخر حياته التي يقضيها عبس بعبس. لذا ضحكنا جميعا ونحن نشفط من مصاصة المتة، فعقوبتنا أريح، ما فيها لا صخرة ولا جبل، بنقعد هيك يا حبيب وبنتمطعز وبنشفط بهالمتة، لا شغلة ولا عملة. لن يزحزحنا نداء عن الكنبة، لن تحركنا صرخة، هامدونا كصخرة، يمنعنا الكسل عن فعل أي شيء، حتى اللي بالي بالك ما بيقدر يسحبنا من كسلنا اللذيذ. بس خود بالك ولا يروح بالك لبعيد، خليك هون أكسلك، خليك قريب وتمتع بالتنبلة، لا تنط لا تحط ولا تقفز ولا تتكلم ولا ترد على الموبايل، لا تشرب الماء إلا إذا شربوك إياه بالزور، ولا تأكل حتى يأتي من يمضغ اللقمة عنك، ولا تموت ليجيك الموت. يحيى الكسل يعيش يعيش يعيش. هكذا حدثنا الردمشت. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.